البلد لبنان، العاصمة بيروت، اللغة الرسمية العربية، نظام الحكم جمهوري نيابي، المساحة 10452 كيلومترا مربعا، تعداد السكان 6,006,668 نسمة، العملة الليرة اللبنانية. لبنان دولة عربية واقعة في الشرق الأوسط غرب القارة الآسيوية، تحدها سوريا من الشمال والشرق، وفلسطين المحتلة من الجنوب، وتطل من جهة الغرب على البحر الأبيض المتوسط. لبنان بلد ديمقراطي جمهوري طوائفي، عاصمته بيروت، ومعظم سكانه من العرب المسلمين والمسيحيين. هاجر وانتشر أبناؤه حول العالم منذ أيام الفينيقيين، وحاليا فإن عديد اللبنانيين المهاجرين يقدر بضعف اللبنانيين المقيمين، وتعد اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في لبنان. الطبيعة: معظم الأراضي اللبنانية جبلية ما عدا الخط الساحلي وسهل البقاع، وتخترق لبنان من الشمال إلى الجنوب سلسلتا جبال هما سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تشكل حدوده الشرقية مع سوريا، وسلسلة جبال لبنان الغربية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. مناخ لبنان معتدل، ويشتهر لبنان بغابات الأرز رمز البلاد، والتي كانت ضخمة في العصور السالفة، إلا أن كمية الأشجار تقلصت بسبب استعمال خشبها على مر العصور وعدم الاهتمام بإعادة زراعتها، إضافة إلى إصابتها بالأمراض. الآثار: أقدم ذكر مدون للبنان يعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، فقد ذكر اسم لبنان في آثار إبلة، وكان سكان هذا الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من الفينيقيين، ولا تزال آثارهم قائمة إلى اليوم، كما توجد صروح رومانية ضخمة أشهرها المعابد الثلاثة جوبيتير وفينوس وميركوري، وتوجد آثار تعود إلى الحقبة الصليبية، ومنها قلعة البحر في صيدا التي بناها الصليبيون عام 28 و200 وألف للميلاد، وبعض الكنائس الأثرية. الثقافة: إن قدم تاريخ لبنان وعبور الحضارات على أراضيه وتنوع شعبه يجعله غنيا بتنوع ثقافاته وغزارتها، ومنذ بدايات النهضة العربية إلى يومنا هذا أدى اللبنانيون دورا كبيرا في إحياء التراث العربي وتجديد الدم في شرايين اللغة العربية وآدابها شعرا ونثرا وترجمة وتأليفا، واشتهر العديد من الأدباء اللبنانيين الذين كتبوا باللغات الأجنبية مثل جبران خليل جبران وأمين معلوف وجورج شحادة. الدين: يعد لبنان بلدا متعدد الطوائف، وقد اتفق على أن يكون توزيع المناصب الحكومية طائفيا. يشكل الشيعة 28% من سكان البلاد، وهم يمثلون إخوانهم أهل السنة في النسبة، ويشكل النصارى والدروز وباقي الطوائف النسبة المتبقية. والتشيع في لبنان قديم يرجع إلى القرن الهجري الأول بفضل بعض الصحابة الأجلاء، فمنذ أن حطت رجل أبي ذر الغفاري أرض الشام والناس تتشيع، وأغلب من تشيعهم من أهالي جنوب لبنان، وهم عرب أقحاح هاجروا من اليمن بعد حادثة سيل العرم وانهيار سد مأرب في القرن الثالث قبل الميلاد. وللشيعة نشاط كبير في لبنان، وبزغ نجمهم منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما بدأوا بمقاومة المحتل الإسرائيلي، وتوج عملهم بتحرير الأراضي اللبنانية من دنس الاحتلال عام 2000.